طيب احنا شفنا دلوقتي فرحه المصريين بالمنتخب واتكلمنا عن المنتخب بما فيه الكفايه، تعالوا بقى نروح للامارات والنادي الاهلي ونشوف كده اخر الاخبار، ودلوقتي ننتقل لزميلتنا العزيزه جدا سالة حامد عشان نعرف منها اخر الاخبار والاستعدادات كمان لمواجهه مونتيري المكسيكي، واعتقد هتبقى مباراه اكيد في غايه الاهميه. خلينا نشوف كده النشطات المختلفه المحليه والعالميه بتقول ايه. يا سالة يعني مساء الخير عليك، كنت هقول صباح الخير على اساس ان احنا متعودين الصبح، متعودين الصبح الموضوع برضو بالعاده معلش. مساء الخير يا سالة. مساء الفل يا سالة. كابتن اسلام طبعا في البدايه برحب بحضرتك، اكيد الحمد لله زي الفل زي الفل والله، برحب بحضرتك واكيد برحب بزميلي الهواء المصري. طب انتوا واخدين على بعض، انا يعني انا جديد عليكم، انا في النص بينكم يعني مساء الخير يا نهاوند، اهلا بيك يا سالة. خلاص اخبارك ايه، كله كويس؟ زي الفل يا كابتن، وانا طبعا مبسوطه ان انا مع حضرتكم يعني لاول مره طبعا في برنامج الاهلي في المونديال، وفي رابع حلقه من برنامج الاهلي في المونديال. طبعا هنكون مع كل جمهور النادي الاهلي عشان نكون معاهم بشكل يومي وننقلهم كل كواليس بعثه فريق النادي الاهلي. ان شاء الله تكون مقاومه في الامارات، ومش بس بعثه فريق النادي الاهلي، اكيد كل الفرق المشاركه في البطوله. طيب قبل ما نروح ونكمل مع السلام نهاوند، لانه ده مهم جدا، احنا كده قفلنا موضوع المنتخب، هنتكلم بقى عن النادي الاهلي النهارده بالاخبار عندنا النهارده شويه حاجات كمان ومؤتمرات صحفيه وتفاصيل كتير. انا معاك جدا، وكمان بس انا عايزه اقول حاجه بمناسبه الاهلي في المونديال والشكل الجديد ده، انا بجد عايزه اقول للاداره بجد والله يعني فكره حلوه جدا، اعطاء الفرص كمان لي يعني وجوه شباب، دي اعتقد حاجه كانت مهمه جدا، كلنا كنا حابين نشارك. انا كنت حابه على فكره اطلع معاك حلقه بس يعني ما كنتش بقول برده، بس الفرصه جت، فدي حاجه كويسه جدا بجد، كلنا نبقى موجودين في مع حضراتكم بالليل، جماهير الصبح وجماهير بالليل، متابعين الصبح وبالليل لقناه النادي الاهلي، فاعتقد دي حاجه كويسه جدا. على كل حال زي ما انت قلت كابتن اسلام، احنا اكيد عندنا اخبار كتيره جدا، بس عايزين نعرف تفاصيلها بقى معاك يا سالة. اتفضلي. اكيد انا هواندي، طبعا عندنا اخبار كتيره جدا متعلقه ببعثه فريق النادي الاهلي المقامه طبعا في الامارات للمشاركه في بطوله كاس العالم للانديه، وكمان جميع الفرق الاخرى يعني زي نادي الهلال السعودي او نادي بالميرس، وطبعا نادي مونتاري المكسيكي اللي ان شاء الله بكره النادي الاهلي يعني هيكون عنده مباراه ومواجهه قويه جدا في تمام الساعه 6:30 مساء. طبعا خليني ابتدي يعني باول خبر يعني لجماهير النادي الاهلي، وعايزه اتكلم يعني عن بعثه فريق النادي الاهلي، واول خبر معانا هيكون عن مهاجمنا حسام حسن اللي يعني بيواصل تنفيذ برنامجه التاهيلي، وده كان على هامش المران الجماعي للفريق اللي اقيم مساء اليوم على ملعب النهيان بنادي الوحده الاماراتي. يمكن كمان يعني حسام حسن يعني كان على هامش المران وادى بعض التدريبات البدنيه والتاهيل بالكره مع طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل بالفريق، وده كان يعني ضمن برنامج العلاجي والتاهيلي المحدد له من قبل الجهاز الطبي طبعا تحت قياده الدكتور احمد ابو عبله. طبعا يعني زي ما احنا عارفين ان حسام حسن كان بيعاني من اصابه بشد في عضله السمانه، وده يعني ان شاء الله يعني بعد ما يخلص برنامجه التاهيلي ان شاء الله عن قريب هيكون موجود ويعود للتشكيله الاساسيه لفريق النادي الاهلي. كمان بالنسبه لبعثه فريق النادي الاهلي، تواجد يعني عمرو محب المترجم الخاص بالجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم النهارده كان موجود في التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي، وخلاص يعني النادي الاهلي النهارده بيختتم استعداداته لمواجهه مونتاري المكسيكي غدا ان شاء الله، والنهارده يعني كان متواجد مع الجهاز الاداري للفريق، وبعد وصوله لابو ظبي ده بعد ما تعافى من كورونا واصبحت يعني نتيجه المسحه بتاعته سلبيه واللي اجراها في الامارات، وده طبعا يعني بعد ما كمان لاعبي النادي الاهلي خضعوا يعني الفريق واعضاء الجهاز الفني والاداري وجميع اعضاء بعثه فريق النادي الاهلي لمسحه طبيه جديده النهارده الصبح خاصه بالمباراه اللي هتقام بكره ان شاء الله مع نادي مونتاري المكسيكي. قبل ما تكملي برضو مهم جدا نعرف، لانه كورونا ما حدش عارف، احنا ممكن بكره نلاقي نفسنا عندنا بعض اللاعبين عندهم لا قدر الله كورونا، في ظل ان انت عندك، انا الحقيقه زهقت من العدد، ده الواحد تعب جدا يعني والله، احنا زهقنا من العدد الحقيقه، عدد المصابين وعدد اللي مش موجودين في النادي الاهلي الحقيقه خلال هذه غير المباراه مسبوق. صعب جدا الوضع اللي احنا فيه ده، صعب جدا، ناس كتيره جدا قلقانه وابتدت الروح كده تتصدر شويه، بس هنرجع نقول مره ثانيه احنا مش بيفرق معانا الحاجات دي يعني بالزبط. يمكن مريتوا كمان بقى جيلكم وانت بتحكي لنا يا كابتن اسلام، مريتوا بحاجات وصعوبات بيبقى فيه كتير، يمكن ده نوع مختلف شويه من الغيابات اللي احنا بنتكلم في كوفيد 19 او كورونا، بس الوضع اكيد يعني صعب، اكيد لازم برضو نتكلم بقى، الوضع صعب ومحتاجين ان احنا نطمن كمان على الاصابات اللي عندنا ولكن برضو هنرجع نقول مره ثانيه احنا عندنا ناشئين يعني رجاله نقدر نقول حاجه زي كده، وده فعلا اثبتوه، مش احنا اللي بنقول فيهم شعر او شكر، لا هم الارض هي اللي بتقول كده ومشاركتهم على الارض هي اللي بتقول كده، فنتمنى فعلا ان احنا ما نحسش بفارق. صح، ولكن وبرضو خليكي معانا سالة في هذا الامر لانه امر مهم جدا،
عندنا ناشئين كويسين جدا وعندنا مجموعه اللاعبين اللي موجودين كويسين جدا وكل حاجه، ولكن بصراحه جوه الملعب فنيا الموضوع مش سهل، الموضوع مقلق، فيه صعوبه. يعني وبعدين خلي بالك الملعب مختلف تماما عن بره الملعب، لما الواحد بيبقى في الملعب بتلاقي الامور مختلفه تماما. صحيح. عن بره الملعب. احنا عندنا، وانا حتى امبارح او اول امبارح كنت بتكلم قلت ان احنا روح الفانيلا الحمراء بس لوحدها مختلفه، ولكن مختلفه وكل حاجه، ولكن فنيا الملعب جوه الملعب وتحركات اللعيبه الخبره والكلام ده بتفرق برضه. انا بتفق معاك جدا، وكمان هم اكيد هيكونوا مضغوطين اكتر من اللعيبه العاديين او الاساسيه، لان كمان في نقطه تانية، انت بجيلك فرصه بتبقى ممكن تكون الفرصه الوحيده، فانت عايز تدخل وعايز تثبت نفسك وعايز تفرح الجماهير. مزبوط. وعايز تاخد فرصه بعد كده، فاكيد ربنا معاهم. بس احنا برضه هنرجع نقول تاني كلمه الشهيره اللي على مدار سنين اجيال كتيره جدا بترددها، الاهلي بمن حضر، فان شاء الله خير. نتمنى ده يا رب ان شاء الله. كابتن حسن حمدي النهارده كمان سلا كان موجود، قول لنا بقى ايه اللي حصل. بالفعل يا كابتن اسلام، طبعا يعني واحد من رموز النادي الاهلي كابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي الاسبق، يعني وصل النهارده لفندق الاقامه لبعثه فريق النادي الاهلي، يعني الفريق الاول لكره القدم في ابو ظبي. يعني النهارده العصر وصل لمؤازره اللاعبين قبل مباراه بكره ان شاء الله امام فريق مونتاري المكسيكي بطل الكونكاكاف في الدور التمهيدي لبطوله كاس العالم للانديه، واللي هتستضيفها ان شاء الله الامارات. يعني المباراه اللي هتكون بكره في تمام الساعه 6:30 مساء بتوقيت القاهره، وباذن الله يعني ان شاء الله نحقق فيها الفوز يا كابتن اسلام. وطبعا يعني هوند بكره ان شاء الله نحقق اداء قوي امام مونتاري المكسيكي، وطبعا نفوز ونفرح جميع جماهير النادي الاهلي، ولازم يعني نلاقي فيه دعم كبير طبعا من كل اللاعبين، سواء المصابين طبعا بفيروس كورونا او يعني المصابين يعني باصابات اخرى، واكيد يعني الدعم الاول هيكون من جماهير النادي الاهلي ان شاء الله. يا سلام، كلنا اكيد بندعي، والجماهير هنقول المصريه برضو مش الاهلي بس اكيد بتدعي بده. على كل حال احنا منتظرين ان شاء الله، يعني كلها ساعات قليله ويبان باذن الله خير جدا. يا رب خير يا رب دايما يا رب. ولكن انا الحقيقه بحب كابتن حسن قوي، كابتن حسن يعني كابتن حسن بالنسبه لي، لانه لما كنا بنلعب في ارض الملعب كان هو موجود رئيس النادي وكابتن خطيب نائب رئيس النادي في ذلك الوقت. فانا الكابتن حسن بالنسبه لي واستقبال الكابتن حسن والمهندس خالد مرتجي، شوفي قاعد معاه ازاي، وشوفي بقيه الناس قاعدين، والدكتور محمد شوقي وبقيه الناس قاعده، وكابتن زكريا ناصف وتيمور ابن الكابتن حسن، كلهم قاعدين الحقيقه قاعده تحس كده بفخر لما تلاقي كابتن حسن حمدي الرئيس واحد من الرؤساء التاريخيين للنادي الاهلي موجود. طبعا قدم كتير، قدم كتير جدا ان كابتن اسلام، وليه تاريخ وليه اسم ومحبوب جدا، وتيمور يمكن ابنه برضه من الشخصيات المحبوبه جدا الاهلاويه. فبس مش مشهد جديد قوي، يعني احنا دايما في النادي الاهلي احنا كده، احنا بنعمل كل شخص ورمز من رموز النادي الاهلي، بالذات رموز اللي ادت وخدمت بشكل كبير جدا، لها قيمه، هي قيمه وقامه فعلا وتحترم، يعني من جيل ورا جيل ورا جيل. فزي ما حضراتكم شايفين المشاهد، يعني لا يعني حضراتكم كمان، وطبعا ده لو الاعضاء كمان بيكونوا موجودين وبيشاهدوا ده بنفسهم، كابتن حسن حمدي او اي قامه قبل كده كانت سابقه يعني موجوده بتزور النادي الاهلي، شوف حتى الاعضاء الاهلاويه بيبقوا استقبلوهم ازاي، الناس العاملين. فهو ده اعتقد هو ده اللي احنا نعرفه عن النادي الاهلي. زمان ما شفناه، يعني ما بتشوفش الحاجات دي خالص الا نادرا يعني. يعني انا مش عايز، لكن من زمان او ما شفناش الحاجات دي في حته ثانيه، ولكن الحقيقه وجود الكابتن حسن دائما ما يعطي ثقه كبيره جدا. في نفس الوقت كابتن محمود النهارده كمان على النهارده الجمعه هيكون متواجد كمان في الامارات، خلال كابتن محمود الخطيب طبعا هيكون متواجد في الامارات، واعتقد ان هو هينضم ويروح بكره ان شاء الله المباراه، وتبقى الامور زي ما حضراتكم شايفين كده. هذا هو النادي الاهلي، وهذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي واي حد اخر. اكيد يا كابتن اسلام زي ما حضرتك قلت ان شاء الله يعني بكره كلنا نفرح طبعا مع فريق النادي الاهلي، زي ما فرحنا امبارح طبعا مع منتخبنا الوطني بعد ما تاهلوا للمباراه النهائيه. نفسنا نفرح بكره بالنادي الاهلي وبعد بكره بالمنتخب، يا رب ان شاء الله. يا رب يا كابتن اسلام ان شاء الله. استكمالا طبعا لجميع اخبارنا النهارده، كمان يعني الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الاماراتي لكره القدم ورئيس اللجنه العليا المنظمه لبطوله كاس العالم للانديه، يعني عبر عن سعادته بالنجاح الكبير يعني اللي حققه في افتتاح المونديال في العاصمه
العاصمه يعني ابو ظبي. ويمكن كمان قال يعني راشد بن حميد يعني انه قال في تصريحات لي ان فوز الجزيره بنتيجه كبيره واداء مشرف ساهم في نجاح اليوم الافتتاحي، وكمان يعني ده ساب انطباع قوي جدا قدام يعني جميع الجماهير، وانه يعني ورانا ان دي بطوله مثيره. يمكن كمان يعني رئيس الاتحاد الاماراتي وضح وقال انه بتوقع زياده الاقبال الجماهيري مع ظهور يعني النادي الهلال السعودي ونادي الاهلي المصري في المنافسات، يعني حيث يعني هما الاثنين يعني بيتمتعوا بشعبيه طاغيه في الوطن العربي. وكمان يعني قال الشيخ راشد انه السلوك الجماهيري والتنظيم بياكد على انه الجماهير هم يعني العنصر الفعال في نجاح الاحداث الكبرى، خصوصا انه يعني البطوله بتقام يعني وسط معايير يعني او في معايير عالميه، وده بسبب الاجراءات الاحترازيه لفيروس كورونا المستجد. كمان خلينا نروح بقى ليه كابتن اسلام ليه اخبار يعني بقى باقي الفرق المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه، ومنهم طبعا نادي الهلال السعودي ونادي مونتاري المكسيكي ونادي بالميرس البرازيلي اللي ان شاء الله يعني برضه هيشارك في بطوله كاس العالم للانديه. طيب خلينا نروح لمدرب نادي مونتاري السابق، قال ايه؟ ماذا قال مدرب نادي مونتاري السابق فيكتور مانويل لاكد الحقيقه على صعوبه المباراه يا سلام؟ أكيد يا كابتن زي ما حضرتك بتقول، يمكن طبعا يعني المدير الفني السابق فيكتور مانويل يعني أكد إنه المباراة يعني مباراة الأهلي هتكون صعبة، المباراة المقبلة في الربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية اللي هتقام بكرة إن شاء الله على ملعب محمد بن زايد النهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وده هيكون بقيادة الحكم الأسترالي كريس بيث. ده يعني كمان قال فيكتور انه كان مدرب لنادي مونتاري في كاس العالم 2012، وده طبعا يعني اقيم ساعتها في اليابان بعد ما واجه النادي الاهلي في مباراه يعني لتحديد المركز الثالث والرابع، وانتهت بفوز يعني فريق المكسيكي بهدفين دون رد. كمان قال فيكتور في تصريحات لي انه يعني خاض تجربه رائعه في عام 2012 امام النادي الاهلي في كاس العالم للانديه مع فريق مونتاري، ويعني ده كمان بيقول انه ده اقيم وقتها في اليابان، وانه انتهى بفوز يعني فريق المكسيكي بهدفين دون رد. وكمان قال في تصريحات لي انه خاض تجربه رائعه في 2012 امام النادي الاهلي، وانه على لاعبي نادي المونتاري احترام النادي الاهلي وبذل يعني قصار جهدهم حتى يصلوا الى هدفهم، واتمنى ان نستمتع بمباراه رائعه. وكمان وضح في النهايه انه يعني كل فريق بيرغب في الفوز مهما كانت الظروف لتراضي طموحات جميع المشاهدين ويستمتعون في تلك المباراه الكبيره. انا عجبني قوي فكره هنا التصريحات المختلفه اللي بنلاقيها من يعني مدربين مختلفين خاصة بالصعوبة اللي هيواجهوها مع مواجهة النادي الأهلي، يعني تحس برضو كابتن إسلام دي ليها هيبة، يعني مفيش حد بيواجه النادي الأهلي برضو والفكرة بتبقى زي مباراة وخلاص، دايما بيبقى في تصريحات من النوع ده، وعلى مدار الأجيال يعني كلها تقريبا. ده حقيقي، لأنه الحقيقة دائما النادي الأهلي زي ما قلنا أو زي ما دايما بنتكلم خلال الفترة السابقة إن النادي الأهلي بينافس ريال مدريد، وبالتالي بينافس ريال مدريد في عدد البطولات. صحيح صحيح. ريال مدريد 26، النادي الأهلي 24، وبالتالي العالم كله يعلم من هو النادي الأهلي، العالم كله عارف كويس جدا قيمة النادي الأهلي سواء في مصر أو في أفريقيا أو في البلاد العربية، وبالتالي لازم الناس تتكلم ولازم الناس تبقى عارفة وهي بتتكلم عن النادي الأهلي مدى الاحترام. يكفي ان انت تقولي ان مصر فيها 100 مليون 70 80 مليون اهلاوي. صحيح. لا ما احنا دي ما عندناش شك فيها، يمكن حد تاني عنده بس احنا واثقين منها. جوه مصر يعني 70 80 مليون اهلاوي جوه مصر، بره مصر ممكن العدد يبقى اكتر من كده بكتير، وبالتالي ده كل الناس بتفكر بهذا الشكل. انا بتفق معاك جدا، واللي عاجبني كمان حتى رغم الصعوبات الحاليه اللي بيواجهها النادي الاهلي بس انت برضو بتتكلم ان التصريحات دي ما زالت لسه موجوده. ما فيش تصريح مثلا شفناه من اي مدير فني لاي نادي اخر منافس في الفتره اللي جايه للنادي الاهلي بيتكلم ان لا الفتره اللي جايه هتبقى او المواجهه هتبقى سهله علشان يعني الموضوع اقل شويه حده، لكن لا، فدي نقطه اعتقد برضو تحسب لينا بشكل كبير. يا رب ان شاء الله، ونشوف بكره زي ما قلت لحضراتكم مباراه صعبه مباراه مهمه، ولكن في نفس الوقت فنان جوه الملعب المباراه هتبقى صعبه جدا انا متاكد، لان المكسيك كمان تحديدا
بيمتازوا بالشغل التكتيكي العالي جوه الملعب والاجسام القويه والسرعات. فهتبقى مباراه صعبه طبعا، هتبقى مباراه صعبه، لكن ما حدش عارف، دائما كره القدم بتاتي لينا بالجديد غير مضمونه. صحيح بالظبط يا كابتن سام زي ما حضرتك قلته، بس خلينا برضه طبعا نكمل يعني اخبارنا بالنسبه للفرق المشتركه في البطوله وفريق النادي او نادي الهلال السعودي طبعا بطل اسيا، يعني اخيرا انضم له الثنائي جوستافو وكاريلو، انضم يعني لفريق الهلال السعودي في ابو ظبي بعد انتهاء مشاركتهما في تصفيات امريكا الجنوبيه المؤهله لبطوله كاس العالم. ويمكن الفريق السعودي يعني بكره خلاص ان شاء الله يعني هيختتم استعداداته يوم السبت على ملعب محمد بن زايد، عشان يعني المباراه دي ان شاء الله يعني اللي بيستعدوا لها الملعب يعني محمد بن زايد هيستضيف المباراه يعني مع نادي الجزيره في الدور الثاني من بطوله يعني كاس العالم للانديه. ويمكن قال يعني المدير الفني لنادي الهلال السعودي انه اختار خلاص يعني قائمه فريق نادي الهلال السعودي من 26 لاعب للمشاركه في بطوله كاس العالم للانديه، ويذكر انه بطل اسيا يتعاقد مع 6 لاعبين جدد في الانتقالات الشتويه، يمكن بيشارك منهم 5 بس يعني، هم الحارس محمد العويس وعبد الرحمن العبيد وسعود عبد الحميد وميشيل ديلجاتو وإيلاجو، ويمكن كمان هيغيب يعني واحد من الستة دول هو عبد الإله الملاكي، ده بعد تعرضه لإصابة قوية وهي قطع في الرباط الصليبي في الركبة. كمان بالنسبة لي يعني استكمالا لجميع الأخبار وبالنسبة للفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، كمان نادي بالميراس البرازيلي يسعى لتحسين صورته في بطولة كأس العالم للأندية خلال مشاركته في النسخة الجديدة، يعني النسخة دي اللي هتستضيفها إن شاء الله دولة الإمارات، وهيشارك بالميراس للمرة الثانية على التوالي في مونديال الأندية بعد ما نهى يعني منافساته في النسخة العام الماضي في المركز الرابع بعد ما خسر بالميراس العام الماضي يعني أمام نادي تيجريس أونال المكسيكي، ده كان في النصف النهائي من البطولة، وبعد كده يعني أمام يعني النادي الأهلي المصري بركلات الترجيح في المباراة لتحديد المركز الثالث طبعا والرابع. ممكن كمان قال يعني قائد بالميراس جوستافو جوميز في تصريحات صحفية ليه أنه هو سعيد جدا يعني وصوله لأبو ظبي للمشاركة مجددا في بطولة كأس العالم للأندية، وأنه عنده مسؤولية طبعا كبيرة خصوصا أنه يعني هو بيشارك في البطولة دي مع أندية كبيرة في العالم. يمكن كمان قال يعني جوستافو أنه يأمل يعني جميعا في مشاركة موفقة في البطولة بناء على نتائجهم يعني الجيدة في نسخة العام الماضي، ويريد المنافسة على اللقب وتقديم طبعا أداء جيد وأداء قوي هذا العام. يمكن كمان يعني بالميراس هيشارك إن شاء الله في مباراة يعني في بطولة كأس العالم الأندية في الدور النصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله، حيث يعني ينتظر الفائز من مواجهة مباراة الأهلي المصري والمونديال المكسيكي بكرة إن شاء الله. يمكن دي طبعا يعني يا كابتن إسلام كانت كل أخبارنا النهاردة بالنسبة لبعثة فريق النادي الأهلي، وأكيد يعني هواند يعني وكل الفرق المشاركة في البطولة. يعني أنا طبعا كنت سعيدة إن أنا معاكم النهاردة في فقرتنا فقرة الإخبارية في بطولة في برنامج الأهلي في المونديال، وبشكركم جدا. ميرسي جدا يا كابتن إسلام. بشكرك جدا جدا يا سهل على التغطية الأكثر من رائعة حقيقي، شكرا ليكي. شكرا جدا. شكرا يا سهل، شرفتي ونورتي. ميرسي يا كابتن. شكرا. نورتي بيتك برضه. طبعا عايزين نشوفك كتير يا سهل. ها ان شاء الله.